جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال على حالها في القتل والترويع للشرطة والجيش. شهدت الخياطة بمحافظة دمياط مقتل أحد الخفراء التابعين للشرطة أثناء حراسته لأحد المباني الحكومية هناك. احنا كنا فينا في البيت عادي ما فيش اي حاجة، وبعدين جالنا تليفون الحق اخوكم، فطبعا حدش اخد وده اخوكم مين، فلقينا ناس جاية ندهت على اخويا، قال له تعالى محمود اخوك اتقتلوا في المشرح. هو حارس في الوحدة المجمعة وما بنحبش احنا كلنا الاخوان، وقبل كده اتحرقنا منهم بدل المرة اتنين، مرة ورشة اخويا ومرة مكنة برضو لاخويا، وسيب اخويا برضو اهوته وكل حاجة، وفي الاخر قتل اخوي. طب يقتل اخويا ليه؟ تروح تلاقي جثه قدام الباب يرضي مين؟ ميت زعتان ميت ومتلك، مراته تدخل قدام الباب تلاقي جثه، ليه يرضي مين؟ ده اللي الاخوان بتقول على دين واسلام، والله ما يعرفهم، ده الخرفان دي ما تعرف اي شيء في الدنيا، ده انا بطالب باعدامهم. شهيد محمود ابو حسين هو حارس لاكبر اماكن مجمعه لوحدات اداريه يمكن في محافظة دمياط كلها في مكان واحد، هددوه بالقتل عدة مرات أمام ناس كتير قوي، ما رحموهوش حتى ما ضربوه طلقة واحدة، التانية في التالتة في الرابعة، لحد ما اطمنوا خالص إن هو توفى وهربوا لأن هم مجرمين. هنا مسكنه، المسكن بتاعه خش ركن المكنة بتاعته، الدراجة اللي هو بيركبها وماشي ركنها جوه وطالع عشان يمر على عشان هو ده وظيفته، قاموا ضربينه، حب يرجع ويقف تاني قاموا ضربينه 4 طلقات. تهديدات عديدة تلقاها الفقيد قبل أن يلقى مصرعه من الجماعة الإرهابية، وأحداث عنف دارت ضده وضد أقربائه. هددوني بحرق السيارة وحرق الورشة، ليه؟ ما احناش فاهمين ولا احنا قادرين نعرف هم مضطهديننا ليه، يعني بيضطهدونا على انتمائنا للبلد ولا ان احنا بنحب البلد؟ احنا هنفضل نحب البلد ومش هنتغير ومش هنتزحزح عن اللي احنا فيه. مش كل يوم هيجوا يهددوا ناس وينفذوا، كل يوم يهددوا ناس، دي تاني حالة قتل في الخياطة، في قرية الخياطة. اول الاخوان ما كانوا بيهددوه عشان احنا بنقف ضدهم في المساير وبنمنعهم المساير من ايام ابويا الله يرحمه ومن اخواته، ولعوا له الكشك، كان عامل كشك صغير هنا فيه بيبيع فيه بسكوت وبيبيع حاجات للمدارس وبيصور ورق، حرقوه له وضربوا عليه نار عشان ما يخرجش يطفيه، لسابوهش لما بقى حتة فحمة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعدها بشهر هددوه بالقتل عشان احنا واقفين بالمساير، وولع على اخويا برضه ورشته قبل كده. القصص والاعدام هو السبيل الوحيد للانتقام من الجناة، هذا هو لسان حال أهل المجن عليه ليطفئ نار صدورهم ويشفي غليلهم من جماعات الإرهاب والظلام. يعني احنا عايزين الحكومة تتبع خطوات مع الناس دي وتنفذ أحكام، والقضاء ينفذ أحكام، القضاء عشان نارنا تبرد، القضاء ينفذ أحكام، الأحكام الحكم الرادع للأمثال دي، الناس دي لازم يبقى في أحكام. أنا عايزة اللي قتل أخوي بالإعدام شنقاً، بس أنا نفسي أعرف أخوي كان نطق وقال إيه، والمصحف أنا قلبي بيعيط وبينانم من جوا، نفسي أعرف أخوي مات إزاي، ياخد 5 رصاصات بتوعه.